نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضيف شرف في احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها بمقر المنظمة في مدينة فيينا، حيث تلقى جلالة الملك المفدى دعوة من مدير عام المنظمة بهذه المناسبة تحت شعار معا من أجل مستقبل مستدام، وذلك تقديرا لجهود المملكة التنموية ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا. وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة أعرب سموه عن الاعتزاز بالتكريم الأممي من المنظمة تقديرا للدور العالمي لجلالة الملك المفدى ولمملكة البحرين في تكريس قصة نجاح النموذج البحريني لريادة الأعمال والذي يعمل به حاليا في 48 دولة حول العالم، مشيرا سموه إلى أن الجائزة تجسيد لسنوات من العمل المتواصل وتطوير المبادرات الخلاقة بهدف بناء مستقبل مشرق لأفراد المجتمع نساء وشبابا ورواد أعمال. وقال سموه إن المملكة قد ركزت باستمرار على الاستثمار في بناء مستقبل أبناء الوطن لتتوالى النجاحات في إطار المسيرة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي يشكل ميثاق العمل الوطني لبنتها الأساسية بما تضمنه من تأكيد على المشاركة في التنمية الشاملة وصون للحقوق، ليكون بذلك دافعا دائما للإصرار على المزيد من الإنجاز وترسيخ المكتسبات لأبناء البحرين كغاية تتواصل جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر من أجل تحقيقها. ونوه سموه بما تتصل به هذه الجهود من برامج تهدف لتحفيز القطاع الخاص وتزويده بالأدوات اللازمة ليستمر دوره في التنامي وليتعزز موقعه في جهود تطوير مخرجات التنمية والاقتصاد الحديث المتكامل وإمكانياته. كما أشار سموه إلى أن مملكة البحرين حرصت على أن تكون مساهما فاعلا في دعم أهداف منظمة اليونيدو الرامية إلى الدفع بمعدلات التنمية ورفع المستوى المعيشي في المجتمعات وتمكين الشباب والنساء عبر مسيرتها خلال 50 عاما الماضية. وأضاف سموه إنه لمن دواعي الفخر أن شراكة مملكة البحرين مع المنظمة مهدت لدعم ريادة الأعمال والابتكار بتبني نموذج البحرين في 48 دولة، مما حققت تطورات ملموسة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بإلهام أسباب النجاح والتغيير الإيجابي وتهيئة البيئة المواتية لجني ثمارها. منوها سموه بأن مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في مملكة البحرين والذي كان المنصة التي انطلق منها النموذج البحريني لريادة الأعمال يعتبر من أبرز معالم التعاون البناء مع اليونيدو خلال 20 عاما من عمله في المملكة. وتطرق سموه لدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، وهو المؤسسة المعنية بسياسات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص والذي كان له إسهام في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 53% في القطاع العام و 30% في القطاع الخاص بعد أن كانت 4.9% في 1971 حين انضم مملكة البحرين كعضو في الأمم المتحدة. وأشار التصريح إلى تكامل برامج المجلس مع مهام صندوق العمل تمكين والذي يطلع بتطوير أفق ريادة الأعمال، وقد استثمر ما يفوق 800 مليون دينار منذ انطلاقته قبل عقد من الزمان ليستفيد من ذلك 95,000 بحريني. ولفت سموه إلى أن الأهداف المنشودة قد اتسعت بنطاقها لتتجاوز نطاق المردود الاقتصادي، إذ قامت مملكة البحرين بتطبيق تطوير شامل المدى في سوق العمل كان له صدى إقليمي، ما أدى إلى تعزيز موقع القطاع الخاص ليستوعب أعدادا أكبر من القوى العاملة الوطنية من تلك التي كانت هي في القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات حقوق العمال في كل المواقع وجملة من المبادرات مثل حرية انتقال العامل والعمالة المرنة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تعمل وفق المعايير الدولية.
وقال سموه إن جملة المكتسبات هذه والأهداف التي سوف تبنى عليها تأتي جميعا تحت مظلة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تجمع بين الأطر الاجتماعية والاقتصادية لبرامج التنمية المرتكزة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، مشيرا إلى ما جاء على إثرها من نمو بمقدار 28% في اقتصاد المملكة، وازدياد في متوسط دخل الفرد بلغ 47% منذ تدشين الرؤية قبل 8 سنوات. وأكد سموه على أهمية الوعي بما تشكله المتغيرات العالمية والإقليمية من تحديات أفرزت مظاهر التعثر الاقتصادي والتنموي والتطرف، مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية للمحافظة على المكتسبات المشتركة والبناء عليها. وقد قام سموه بجولة في المعرض المصاحب للفعالية، اطلع فيها أيضا على مشاركة الجناح البحريني. وفي الكلمة التي ألقاها مدير عام اليونيدو السيد لي يونغ خلال الفعالية، أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنجاح النموذج البحريني لريادة الأعمال، والذي تم العمل به في 48 دولة بعد أن انطلق من مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين. واعتبر المدير العام للمنظمة أن برنامج النموذج البحريني لريادة الأعمال يعد من قصص النجاح لليونيدو في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرا إلى أن البرنامج قد ساعد الآلاف من رواد الأعمال ورائدات الأعمال بشكل خاص من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في تطوير مشاريعهم عبر توفير فرص التدريب والأدوات والموارد اللازمة. كما نوه إلى مدى النجاح الذي حققه النموذج البحريني، والذي أدى إلى العمل به في 48 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. نتشرف اليوم بالحضور لتكريم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى لرؤيته ومبادرته في دعم مسيرة المرأة والشباب المبدعين. وهذا التقدير اليوم تقدمه اليونيدو لما بادر جلالته في هذه المبادرة الطيبة اللي أصبح لها صدى على المستوى العالمي وطبقت في دول أخرى غير البحرين. شراكتنا مع اليونيدو ابتدت رسميا قبل 20 عام، ولكن قبل ذلك ابتدى برنامج تطوير رواد الأعمال الذي انطلق من البحرين بالتعاون مع اليونيدو تحديدا في عام 2001. هذا البرنامج لقى نجاح كبير على المستوى العالمي، والآن يطبق باسم البحرين في 48 دولة عالميا بما فيها دول كبرى مثل الصين والهند، وأيضا العديد من دول جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا وآسيا. حصيلة البرنامج أنه تخرج منه حوالي 13,000 أو نتج عنه 13,600 وظيفة، انضم له تقريبا 6,600 رائد عمل، ثلثينهم ابتدوا عملهم من الصفر، وبنتيجة إجمالية 1,600,000 دولار خلقت من صناعة أو من تجارة تطبيقا لهذا البرنامج. فهذا بالنسبة لنا احنا شهادة كبيرة ان برنامج نبع من البحرين طبق في البحرين لأول مرة، الآن يعتمد كبرنامج دولي من ضمن برامج الدول من ضمن برامج الأمم المتحدة، ويطبق في 48 دولة عالميا. نفخر اليوم كبحرينيين بالإشادة الدولية والتكريم الأممي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو لجلالة الملك المفدى قائدنا الأعلى على رؤية جلالته في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا. هذه الرؤية التي نبعت من رؤية جلالتك من خلال مشروعه الإصلاح الشامل الذي دشنه من بداية الألفية، هذه الرؤية التي استطاعت ليس فقط أن تساهم في التنمية الاقتصادية في البحرين، ولكن في التنمية المستدامة. هذه الرؤية التي نتجت عن ثمارة ملموسة في مملكة البحرين للأعوام الماضية، وإحدى هذه الثمار كان ما هو معروف اليوم في أوساط الأمم المتحدة بنموذج البحرين للتمكين الاقتصادي. هذا النموذج لم يقتصر فقط على مملكة البحرين، ولكن كان عابرا للحدود، حيث يطبق اليوم في 48 دولة حول العالم. استفاد منه مئات الآلاف من الناس والعوائل، استطاع أن يقدم هذا البرنامج من خلال مكتب اليونيدو في مملكة البحرين
ومن خلال التعاون الاستراتيجي القائم منذ عام 1996 أن يحظى باهتمام من قبل الحكومة الرشيدة، وأن يدعم ويمكن الشباب والمرأة البحرينية من خلال البرامج المختلفة المقامة على أرض الواقع. تشرفنا اليوم بتواجدنا في هذا الحفل في مقر اليونيدو في فيينا، وتشرفنا بوجود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تشرف باستلام هذه الجائزة نيابة عن جلالة الملك المفدى، وهذا مدعاة للفخر لنا نحن كبحرينيين نعتز ونرى هذا المحفل الدولي يحتفل بمملكة البحرين. فهنيئا لمملكة البحرين ولشعبها لقيادتنا الرشيدة وحكومتها. طبعا أحب أن أنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى منظمة اليونيدو وممثلة كذلك في مكتب اليونيدو في البحرين. أعتقد هما لهم دور كبير في دعم كثير من القطاعات الصناعية ودعم البيئة كذلك. احنا كمجلس أعلى البيئة ننظم معاهم الآن على مدتين المؤتمر الاقتصاد الأخضر، ويكون له حضور كبير، وحضر مدير عام اليونيدو آخر مرة عندنا في يناير 2015 لهذا المؤتمر بالذات. أعتقد التتويج العلاقة بيننا وبينهم اليوم والاحتفال بوجودنا عندهم اليوم في عيدهم 50 وعيد المكتب 20 سنة وبحضور سيدي سمو ولي العهد، إنما نوع من التقدير لجهودهم واللي يقومون فيه في مملكة البحرين. حضور سيدي سمو ولي العهد اليوم للتكريم مكتب اليونيدو في البحرين والاحتفال فيه بمرور 20 سنة يعتبر تكريم للمكتب والتكريم لجهود الجهات اللي اشتغلت مع المكتب خلال الفترة السابقة. احنا نظمنا مع المكتب الكثير من الفعاليات المشتركة واللي كان لها الأثر الطيب على دعم توجه مملكة البحرين في موضوع التنوع الاقتصادي أو في موضوع الاقتصاد الأخضر. فاحنا اليوم نشكر سيدي سمو العهد على حضوره الاحتفال 20 بمناسبة إنشاء مكتب اليونيدو في البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بكل المساعي النبيلة الهادفة لتحقيق الأهداف التنموية في المنطقة من خلال تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار لينعكس أثرها على التنمية الشاملة التي تنشدها الأوطان والشعوب، منوها سموه بأن تكريم البحرين ممثلة بقائد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو تقدير دولي كبير لجهود المملكة التنموية في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة لتكون أنموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في إطار مشاركته باحتفالية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها مع سعادة السيد لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، حيث هنأ سموه سعادة المدير العام بهذه المناسبة مشيرا إلى ما حققته المنظمة من نجاحات ملموسة طوال مسيرتها والتي استطاعت خلالها تحقيق أهدافها التنموية، منوها سموه بالشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيدو والتي كان لها أثرها وبعدها على المستوى الدولي، والتي من أهمها النجاح الكبير للنموذج البحريني لريادة الأعمال والذي طبقته المنظمة في أكثر من 48 دولة حول العالم، إلى جانب مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في البحرين والذي يحتفي بالذكرى 20 لتأسيسه، مؤكدا سموه على أهمية أن ترتكز الجهود الدولية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي هي أحد أسس الأمن والاستقرار. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين قد اهتمت بتحقيق الريادة في الجوانب المختلفة ومنها الريادة في مجال التمكين الاقتصادي ودعم رواد الأعمال الشباب وتمكين المرأة كجزء أصيل من رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
منوها سموه بأن الجائزة التي حصلت عليها البحرين تجسيد لسنوات من العمل المتواصل وتطوير المبادرات المبتكرة التي ضمنت مستقبلا أفضل للمرأة والشباب ورجال الأعمال. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أعرب عن بالغ تقديره للدور الذي تطلع به مملكة البحرين في دعم برامج وأنشطة المنظمة، مشيدا برؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعمه لتمكين المرأة والشباب اقتصاديا ورواد الأعمال بشكل عام، لافتا للدور البارز الذي يقوم به صندوق العمل تمكين والذي أسهم في تعزيز نجاحات نموذج البحرين لريادة الأعمال الذي طبقته المنظمة بنجاح في أكثر من 48 دولة ولاقى استحسانا كبيرا كأحد أبرز الشراكات بين البحرين واليونيدو، معربا عن أمله في تحقيق مزيد من النجاحات المميزة بالتعاون مع المنظمة والبحرين خلال المرحلة المقبلة.